أنا كنت أتوقع أن أرى كفاءة العمل وهذا الصرح الضخم جدا اللي كنت متوقع نتيجة لقراءاتي ومتابعتي أن يكون كذلك. الحقيقة فاق توقعاتي، بمعنى أني لقيت إدارة واعية لها رؤية، رأيت شباب وفتيات عرب وعربيات لديهم إحساس بالانتماء، لقيت خيال، لقيت مبادرة، لقيت أكاديمية لا تقل بحال من الأحوال عن الأكاديميات الكبرى في الدول الكبرى، الإدارة جيدة للغاية، جيدة للغاية. والدكتور اللواء إسماعيل عبد الغفار واضح أنه بذل جهد خارق لتأمين آلية ومؤسسة فاعلة، يعني شيء أرى بديع.